إذن سيدنا مرحبا بكم معنا من جديد في هذا اللايف. كما كنقولوا دائما عندنا بين كل 5 دقائق تقريبا دائما الا وكنوفيكم بجميع الاخبار الحصريه وكل المستجدات المتعلقه بفيروس كورونا كوفيد 19. اذا كشف محمد اليوبي مدير قسم الاوبئه بوزاره الصحه مساء يوم الجمعه عن حصيله المصابين بجائحه كورونا في المغرب والتي وصلت الى 761 حاله موزعه عبر جهات المملكه كل حسب درجه الاصابه، فيما جهاز الداخله والذهب لم تسجل اي حاله، واحتلت جهاز الدار البيضاء ستات الرتبه الاولى من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا لتصل الى 224 حاله مسجله، متبوعه بجهه مراكش اسافي التي سجلت 129 حاله لاصابه الفيروس، فيما سجلت جهه رباط القنيطره 122 حاله وجهه فاس مكناس ب 117 الحاله. فبالنسبه لجهه طنجه تطوان الحسيمه ب 58 حاله وفق التصريح لمسؤول وزاره الصحه، ووصل عدد الحالات بالكل من جهه الشرقيه 38 حاله، ثم جهه بني منلا الخنيفره 25 حاله، فجهه درعا تافيلالت 24 حاله، وجهه سوس ماسه 19 الاصابه، والعيون الساقيه الحمراء 4 حالات، ثم جهه قلميم ودنون بحاله واحده، فيما لم تسجل جهاز الداخله والذهب اي حاله. اذا كيفما دائما كنحاولوا نوصلكم كل الاخبار الدقيقه بكل جديه وبكل صراع المباشر، اذا مازال متواصلين معنا من دابا حتى 12 الليل في باقي لي لايف المباشره والحصريه. تبارك الله عليكم.